الواحد لما بكون ابنه مهجت قلبه غايب عنا وفي وضع زي هذا مأساوي، الكل بيعاني منه. يعني لا احنا بنتهنى على فطرة، ولا احنا بنتهنى في نوم، ولا في قوم، ولا في حياة حتى. احنا ابننا روح تجوز هون قبل فترة، وراح يعني قاعد شهر ونص مع زوجته هون، وسحب حاله وطلع على أمريكا على شيكاغو يجدد الإقامة تبعته. فوصل لنا يعني لسوء الحظ إن وصوله هناك مع انتشار الفيروس في العالم أجمع، مش يعني بس في عندنا ولا عندهم، فانقطعت فيه السبل. إحنا بنتواصل يوم يوم معه، ولما بنيجي بنفطر هون بنقعد على الفطرة هون، يعني بصيبوا حالة يأس هناك لأنه محشور لحاله. والله في رمضان وفي غير رمضان في خوف كتير، لأن حالات الوفاة في أمريكا هناك يعني سجلت أكبر حالات في العالم كله. فإذننا محجور لفترة طويلة، فإحنا يعني بجو رمضان هون إحنا مش مرتاحين، لأن زوجته بتستنظر وإما بتستنظر وأنا بستنظر وإخوته بستنظروا وأصحابه وأصدقائه والجميع هون بيستنظروا إنه يروح في أي لحظة. فإحنا يعني بنطلب من سيادة الرئيس وبنطلب من سيادة رئيس الوزراء إنهم يبادروا في حالة إنسانية للجميع، وليس يعني ابني وحده، للجميع اللي انقطعت بهم السبل هناك. بنناشد الرئيس وبنناشد رئيس الوزراء إنهم يهتموا فينا ويسألوا عننا ويحاولوا إنهم يرجعونا على بلادنا، يعني ونحاول إنه لأن إحنا هنا يعني مش عارفين شو نعمل، احنا وضعنا مأساوي هنا. فان شاء الله ان رسالتنا تصل للرئيس وللمسؤولين انهم يشتغلوا على عادتنا لبلادنا ونجتمع باهلنا واحبائنا.